العب حاول بذكاء، شوت 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 واستفد من الأخطاء، فتش عن ثغرة الآن، مرر بتأني وإتقان، خصمك في الملعب حتما سيناور والحارس ماهر، فانتبه وحاذر. اشتقتوا لنا؟ نحن اشتقنا لكم. يا مساء الورد، شو هذا شو الاستقبال هذا الجميل الحلو بالشباب والصبايا الحلوين؟ يخلينا اياكم يا رب. مثل العاده نحن تعودنا بابو ظبي تحديدا على الاغلب ما بنعمل حفل، نحن بنحضره. جاهزين تعطونا شيء؟ تسمعونا شيء؟ يلا. جاهزين للي بعدها؟ جاهزين كلكم؟ واللي ورا؟ واترن واترن قوة للغير تنطلق نحو السماء، واترن واترن عالم الفضاء عالم للأقوياء، فولترون هو فولترون الاتحاد، فولترون تعاون، فولترون من أجل الخير والسلام. وكيفن وماكس هدايا، ينحى الدولة الخير ينحى الدولة المرافقة،
أعمال وكيل ومسألية لتحدون الخير تحدون نور الفضاء بولشان بولشان قوة للخير تنطلق نحو السماء بولشان بولشان عالم الفضاء عالم الأقوياء بولشان قوة بولشان امتحان بولشان تعاون بولشان من أجل الخير والسلام جاهزين غني شي عن البحر؟ أربعة لو سمحت. جاهزين نروح على المدرسة؟ دربن أول شيء ونسأل نبحث عن تفصيل عن حد نحاور بالعقل ونفهم طلاب ومدرسات باص 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 المدرسة باص 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 المدرسة كي نتعلم هذا هو باص المدرسة طبعاً باص المدرسة هلأ دور الأغاني العائلية كل واحد بالترتيب الأطول فالأقصر باص المدرسة أنا غنيتها هلأ اللي بعدها ديما
لما شو كان. هي؟ حط لنا الرقم 6000 شو هي؟ حجم ومبارة كرة صفارة لعب وعتالة في الملعب منطر مشعارة أجمل أوقاتي هي حين أمع سكرة اليد هي حلم حياتي فيها اللعب وفيها الجد أجمل أوقاتي هي حين أمع سكرة اليد هي حلم حياتي فيها اللعب وفيها الجد حجم ومبارة كرة صفارة لعب وعتالة في الملعب منتظر الشارة حكم ومبارة كرة صفارة لعب وعتالة في الملعب منتظر الشارة لا 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 هي تقريبا كان عمري شي 7 سنين لما غنيتها. طبعا اثناء التسجيل بالاستوديو انا كان بابا جنبي طول الوقت واحنا عم نسجلها. كل ما تسلموا لي يا رب. فكل ما اجي لغني يشوفني عم بضحك يقول لي شبك؟ قل له ما في شيء. ارجع غني معه يرجع يشوفني وقفت خلص عم بضحك. شوفي؟ قل له ما في شيء. اخر شيء انتبه لاخي بالكنترول يطلع يعمل لي حركات يلاوقني. من زمان شقي يعني شقي من كان عمره 5 سنين. ايه بعدين مسكه مثل ما هو قال له اطلع لبرا طلع برا. مو مثل ما هو من اذنه من اذنه مسك. فهلا اذا بيعذبنا كمان من اذنه طلعوا لبرا. جاهزين للي بعدها؟ 7 رسم. لا مرضى بالمطاعي لا يحلى دايماً إن الإنسان الكريم مرة في حينا سرى نبيه الضريب في رفق قال لنا نحن الخير بطبعنا لا يحيا دايماً إن الإنسان الشريف بابا رفي ذكي النبي بابا رفي ذكي النبي وعالم الأطفال عالم الأطفال عالم جميل في أخلاق القاضية في محبته الأمل نسمو ننتصر على مصاعب بالعمل بادر دوما إلى الاعتذار عن الزمن لا ترفض الزمن وعندنا قلنا أجل فاضلة في محبك بالآمل نسمو ننتصر على مصاعب بالعمل بادر دوما إلى الاعتذار عن الزمن وعدنا قلنا أجل بابا رفي ذكي النبي بابا رفي ذكي النبي عالم الأطفال عالم جميل عالم الأطفال عالم جميل الو 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 كثير واطيين
هلا اللي بيعجبني انا بابو ظبي انه البنات دائما صوتهم اعلى من الشباب، صح ولا لا؟ وهلا الكل رح يغني والشباب حبايبنا. ايه طبعا، يلا بنجبر بخاطرهم معلش. شايفين شلون دائما الشباب مظلومين؟ بس معكم يعني معهم حق، الافضليه دائما لبناتنا الحلوين. مو هيك؟ بعد إذن الشباب وبعرف هيك رأيكم. بدنا الكل يغني معنا هاي الغنية، حتى أنتو. تفضل ديما. أنت الأمان، أنت الحنان، من تحت قدميك لم الجنان. عندما تضحكين تضحك الحياة، تزهر الأمل في طريقنا، نحس بالأمان. أمي أمي، نبض قلبي نبع من أولها الحفلة جميلة، من أولها فيكن طبعاً جميلة فيكن أكيد. هلأ أنا قبل كل حفلة بعطي درس خاص ل 18,000 واحد، اللي هو نحن عندنا قسم يمين، قسم يسار، قسم ورا، صح؟ بالأغاني لما بعمل هيك فقط اليمين، هيك اليسار، فوق بس فوق، هيك يعني الكل. بدنا نستخدمها بأكثر من شارة. جاهزين؟ مثلا بهي تسعة لو سمحت. يكتشف الغامض والمثير، يستنتج بالعقل الكثير، الرجل الصغير يسعى دائما المحقق وهم، يعدو واثقا، يعمل جاهدا، لا يخشى المحن. كونان كونان، اسرع فالزمن يجري، يا كونان كونان، هيا يا كونان. لا 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 La 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 la
أن يجري قرن قرن أن يجري بحرق قرن يبدو واثقا يعمل جاهدا لا يخشى المحن المحقق قرن. والله رح نتسابق ورح نتلاحق كثير كله جاي. هاي الغنية أكثر من حدا علق على الصفحة حابين يغنوها، والمشكلة ما عندنا كان الموسيقى تبعها، بس اضطرينا كرمال عيونكم نحطها رقم 10 لو سمحت. الماسة الزقار بيتها يخفي أسرارا ويخطف الأبصار، خير هي بيد الخير شر بيد الأشرار، بيتها يخفي أسرارا ويخطف الأبصار، خير هي بيد الخير شر بيد الأشرار. لا 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 الماسة الزقار لا 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 الأرض وما فيها للعين يحميها، وخير بني الإنسان يبني ويبنيها، الأرض وما فيها للعين يحميها، وخير من الإنسان يبنيه ويبنيها. لا 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 الماسة الزقاء لا 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 الماسة الزقاء. الشهرة الجاية إلى علاقة بالبيتزا، حدا بيعرف شو هي؟ في بيتزا بالنص. طب طيب أشياء بيحطوا أغنية إلى علاقة بالبيتزا بشكل من الأشكال، شو هي؟ إذا أشترسنا نينجا صلاحك نينجا 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 أبطال الجنان نينجا نينجا صلاحك نينجا 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 حجال الجبار تنشى الأشراحي نحن السلاحي نهزمهم في الخير وأحوال كل المواقف لا نخشى الأشراحي نحن السلاحي نهزمهم في الخير وأحوال كل المواقف نينجا نينجا سلاحف نينجا 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 أبطال قتال نينجا نينجا سلاحف نينجا 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 أبطال قتال قوتنا هي في أن التعاون والإخاء يجعلنا جميعا أصدقاء يمنحنا ثقة بالنفس ويمنحنا اللقاء قوة سلاح في النينجا. هذا كله من قبل كانت حماية ماشي وورم أب يعني. هلا عن جد الكل بده يغني، كبير صغير بيبي مقمط بالسرير
حط لهم 12 بيستاهلوا. أنا الأوان الآن فنثبت أننا الأنهر في السباق بعزمنا أصعبها والفوز منا فردنا بالإصرار حققنا المنى بالعمل حلمنا صار معنا النهاية أصعبها. أيام تابع لا تتردد داخل الفرد مؤكد لن يهزم أبدا من زعى تابع لا تتردد بتكون نفس الحماس؟ بما انه ما حدا حذر الاغنية الماضية اللي هي نينجا، شكلي ما بعرف حذر انا. الاغنية جاية فيها ارانب، قولي لهم اسمها خروف، فيها اسم تالا، فيها اسم تالا، الغروب والشروق والهواء العليل. 13 مدينة النخيل مدينة واحد اثنين واحد منار وتالا فستق ورمى منار يحلو اللقاء في مدينة النخيل في النخيل كل شيء جميل الغروب والشروق والهواء العلي ضياء القمر في السماء ونجوم المساء شمس الصباح والرياح والطريق الطويل لون الشاطئ لون البحر أحلى في مدينة النخيل الضوء على القنشيريرة على الأرية متفقة الضوء على القنشيريرة على الأرية متفقة يحملون الأخرى للآخرين ويقعون فيها في مدينة النخيل النخيل كل شيء جميل الغروب والشروق والهواء العلي ضياء القمر في السماء ونجوم المساء شمس الصباح والرياح والطريق الطويل نجمي نلعب نفرح نلعب نحن في مدينة النخيل ليري ليري يا ليري يا ليري 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 يا ليري ليري يا ليري يا ليري 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 يا ليري لون الشاطئ لون البحر أحلى في مدينة النخيل هي بتصير كمان لون الشاطئ لون البحر أحلى في مدينة أبو ظبي هلا هون نستخدم اليمين واليسار واللي فوق ماشي جدا لازم ننتبه هيها جاهزين اليمين يرفع ايده اليمين كله يرفع ايده اليسار كله يرفع ايده اللي فوق كله يرفع ايده والكل يقول جاهز
جديد أو كان في مادة عدد جديد يمثل ويفاني جهدا للتدقيق شوفوا بالعادة أنا بعتذر منكم ما أجيت لابس باتمان، هي أول مرة بلبس باتمان خلال 7 سنين، بس لأني ما لبست باتمان لازم تعوضوني وتشاركوني بهالأغنية 15 إشارات إيدي ها نفسها. والله بنفس الحماس لساتنا ها، واللي جاي كمان نفس الدرس. أبطال ديجيتال لما نغنيها بنكون كثير قربنا لتنتهي الحفلة ها. الأغنية اللي لساتها لغز للكل. ولهلا عم بينزل ميمز، أنا كل يوم بشوف ميم نازل جديد عليها. سيمبا قادم، سيمبا جاء، سيمبا. سيمبا عند التلي بل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 
عند التلع بين قطعان الضباء بالهمزة على وزن جاء فزوة. ثلاثة وأربعة ولو سمحت لسه جدا واطي. ألو ألو ألو. لا أنا منيح. مايكات بسمع عليها كمان والله. أربعة أربعة منيح. جاهز؟ 16 والله. هاي شاهدتم في بنك البلايا المرتفع. هاي شاهدتم يوما كلبا عضيدا ترعى.
هل شاهدتم فيلا يكذب يسرق يشهد زورا ينكر حقا يمشي سرا يمشي مغرورا يا سيمبا 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 قاهم سيمبا جاء سيمبا عند الفتح بين قطع الطباع سيمبا قاهم سيمبا جاء سيمبا عند الفتح بين قطع الطباع وانفض جاكل وعاد السيمبا سيمبا لا تجاكل لكم all the way كروز دي جاكل by the power of سيمبا he must be a hero every day هل شاهدتم ذئبا في البراري يأكل أثرا هل شاهدتم يوما كلبا عطيا ترعى هل شاهدتم فيلا يكذب يسرق يشهد زورا ينكر حقا يمشي سرا يمشي مغرورا يا سيمبا 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 قاهم سيمبا جاء سيمبا عند تحي بين قطع الطباع سيمبا قاهم سيمبا جاء سيمبا عند تحي بين قطع الطباع سيمبا قاهم سيمبا جاء سيمبا عند تحي بين قطع الطباع سيمبا قاهم سيمبا جاء سيمبا عند تحي بين قطع الطباع سيمبا عهد الأصدقاء هي يعني هي توقيعنا بالنهاية ختام الحفل دائما عهد الأصدقاء بدو عهد الأصدقاء يرفع إيده ختام الحفل آخر أغنية هلا رح نغني تاني شعرة بابا سواها بعد ما أقليم حدا بيعرف شو هي أو الثالثة متذكرين شو تاني شارة ولا لا؟ شو في بعد ماوكلي وبيشبه ماوكلي كتير ونفس الممثل اللي عملت صوته رامي مثلا 17 متذكرين شو كان اسم رفيقة رامي؟ أيوة ديما وهي الأغنية رقم واحد عندي من قصدي يعني كثير عندي أغاني رقم واحد هي منه رقم 2 نعلي المايك شوي بالله 2 واطي نعلي شوي الو الو كيف الحماس ورا كانه ورا اكثر شيء متحمسين ولا قدام اكثر شيء متحمسين كلهم 18 شعلوها Thank you.
يكون العافية عزبناكم. سلام للشباب اللي ورا على جهة اليسار، شوفكم للكل طبعا. شو لابس انا؟ مغنيه ولا بلاها؟ بس ماني حافظها ولا ابي حافظها. انتوا بتغنوها؟ مين حافظ دراغون بول؟ بتغنوها؟ حط لهم يا هلا في اسماء انا بحبهم. غيره يلا ماشي. هو كان في وحده ثانيه بس مشان نكون نزيه بالرعب.
21. الوطن أغلى منا ومما قد يجول بفكرنا في أيدينا. شرف الوطن أغلى منا ومما قد يجول بفكرنا في أيدينا. شرف الوطن هو أرضي، شرف الوطن قبلي وبعدي، شرف الوطن مرآة مجدي، سيفي ورمحي في وجهي نحن. شرف الوطن أغلى منا ومما قد يجول بفكرنا في أي زمن. شرف الوطن أغلى منا ومما قد يجول بفكرنا في أي زمن. تاهنا أغلى منا ومما قد يجول بفكرنا في أي زمن. شرف الوطن أغلى منا ومما قد يجول بفكرنا في أي زمن. صخور الأرض. هلأ نعمل هزيم الرعد، صار خطأ مطبعي. 21 بس سواها كلنا سوا. 21. الغنية الجاية أول شيء بدي أهديها لماما هبة هبوش هبة وكتير بحب كلماتها وكتير بحب قديش بتعطي أمل قديش بتحكي إنه الواحد لازم يضل يحاول مهما صار في أمل وبابا عودنا خليني أحكي كأني مثلكم أنا كلنا أخوات
كثير بحب لما يوجه رسالة ولا لما يوجه قيمة بالعمل، ودائما انه ما لازم نستسلم شو ما صار ما طبات، دائما في أمل. دائما في امل. هي الاغنية بتحبها ام محمد هبة ما بعرف هربت بتحبها، هي فيها شوية ما بعرف اذا تذكروا كلماتها، من لا يحتمل الصعاب دوما يؤثر الانسحاب، لا يرى في الدرب الا السراب يبدع في رسم الفشل، يبدع في رسم الفشل، يمشي ويدوس الامل، لا يلقى في الدرب الا العلل. لا تقل لن استطيع، لا تقل هذا محال، وانطلق قبل الجميع لو ان الدنيا تعال. هي الختام 22 حقك علي. أنا ارتعبت. ثلاثة وعشرين كمان حقك علي. من لا يحتمل الصعاب ومن يغفر الانسحاب، من لا يحتمل الصعاب ومن يغفر الانسحاب، لا يرى في الدرب الا السراب، يبدع في رسم الفشل، يمشي ويدوس الامل، لا يلقى في الدرب إلا العلل. لا تقل لن أستطيع، لا تقل هذا محال، وانطلق قبل الجميع لو من الدنيا تعال. لا تقل لن أستطيع، لا تقل هذا محال، وانطلق قبل الجميع لو من الدنيا تعال. فتش فيك عن الجمال واسأل قلبك ما الأهم، فتش فيك عن القمم واسأل قلبك ما الأهم، لن يعين الدرب إلا لو من الدنيا تعال، لو من الدنيا تعال. طبعا انا السراب ليش بحبها؟ لما كان كان عمري 6 سنين كان بابا يشرف علي ويقول لي لا عيد وصلح وكذا، لما كبرت انتقمت منه وانا سجلت له اياها طبعا غنائي معه طبعا، وصرت قال له عيد ولا ساوي وكذا، اشد انتقام الحمد لله. هلا كمان هي غنيه كثير بحبها لاني اكيد اشتغلت فيها. اميلي حافظين اميلي؟ انا مو حافظه. بتعرفوا انه اميلي او السراب رايحين نسجلها بالاستديو، طبعا انا كنت السائق وكلماتها مو خالصه، والاستديو يعني المغنيه موجوده كانت، قلت له شو بدك تعمل اذا ما كتبت الكلمات ما لحقت تكتب؟ قال لي ما بسجلها. قلت له ما هي كلمه صغيره. قال لي على هالكلمه الصغيره اذا ما بتطلع اللي بدي اياها ما راح سجلها. قلت انا طبعا راح اكلها لانه بدي ارجع اوصله على البيت وارجع انا على الاستديو. فالحمد لله تمت على اكمل وجه ولهلا محافظينها 24. راح بعد الكورس نشوف الشاشة. فتبدو الأيام كأيام راكدة، قمر لا ينام وسهام باردة، وتطل الأحلام بالأنوار وعيدة، تضيء الظلام والليالي تنجلي. اميلي بالصبر تجمالي، اميلي
كميان ساكنة قمر لا ينام وليال بارنا وتضل الأحلام بالأنوار فاقنا تضيء الظلام والليالي تجتلي أهلي أهلي بالصبر تجمل أهلي أهلي حاولي لن تفشلي أهلي أهلي بالصبر تجمل طيب هلأ بدنا نعمل تصويت بدنا نعيد غنية من الأغاني أوكي؟ لأنه يا بدنا نغني الختام يعني عدلكم أغنية والختام ف يا أما اللي بده سابق ولاحق يرفع إيده طيب اللي بده أبطال الديجيتال يرفع إيده اللي بده هزيم الرعد يرفع إيده آه هلأ صارت بقى بين أبطال الديجيتال أبطال الديجيتال رح نعيد للتنتين يب اللي ما بده شيء يرفع إيده اللي ما بده ما بدك شيء طيب أبطال 18 بس عن جد عن جد مع بعض مع بعض ولا لا 18 18 جاهزين كمان 21 هزيم الرعد هزيم الرعد هزيم الرعد هزيم الرعد
هزيم الرعد هزيم الرعد هزيم الرعد هزيم الرعد هزيم الرعد هزيم الرعد هزيم الرعد هزيم الرعد هزيم الرعد هزيم الرعد هزيم الرعد هزيم الرعد هزيم أحلى مغنيين يعطيكم العافية. نحن رح نغني روميو مرتين. عهد الأصدقاء. مرة بدنا نسمع بصوتكم، ما رح نغني ولا كلمة. جاهزين؟ مع الموسيقى. احدى ميغالو يمرحوا يلهو يساعدوا الجيران مدري فئران ما بعرف معنا. نحن الحبيب ابن الحبيب من ابو ظبي ولا دبي، انا كله واحد. غنى معنا الاخر حفله، غنى سوسان كونه صوت الفئران تبعنا كان رايح. فاول شيء تحيه لك على المره الماضيه، وهي هي تحية من الجمهور انهم غنوا سوسان. طبعا بروميو او عهد الاصدقاء بدكم اياها بموسيقى ولا لحالكم؟ صوتهم يمكن صوتهم احلى. صوتهم لحالكم بنهديها لكم هي، وبنهديها لكل اللي بعرفهم هون ولاولاد خالي ترفيتي دائما. تفضلوا يلا بس حدا يبلش سوا. حلمنا نهار نعمل نملك الخيال وتهدينا الحياة تدعونا كي ننسى نستسلم لك الله يعرف كيف يجابه الأيام روميو صديقي علمنا معنى الوفاء علمنا ألا نخشى الآلام روميو صديقي يحفظ عهد الأصدقاء يعرف كيف يجابه الأيام روميو صديقي علمنا معنى الوفاء علمنا ألا نخشى الآلام برافو الجمهور. I'm just a million.
يحفظ عهد الأصدقاء يعرف كيف يجابه الأيام روميو صديقي علمنا معنى الوفاء علمنا ألا نخجل روميو صديقي يحفظ عهد الأصدقاء يعرف كيف يجابه الأيام روميو صديقي علمنا معنى الوفاء علمنا ألا نخجل شباب واحلى صبايا انبسطنا كثير معكم تحيه لابو ظبي سكانها وقاطنيها ومنها الى الامارات ومنها لكل اخواتكم وابنائي في كل البلدان العربيه والناطقين باللغه العربيه تصبحوا على خير تصبحوا على خير شكرا جزيلا طبعا شكرا جزيلا اولا نحن لمنارة السعديات يلي نحن ما شفناكم السنة الماضية راحت علينا السنة ما شفناكم فشكرا لهم على تنظيم الإدارة الشباب الصوت والأمن إلى آخره كلهم والشكر الأول والأخير لكم طبعا صباح الخير سواء ناخذ سيلفي داي ناخذ سيلفي معكم ثانية رح نعد ثلاثة ونقول أبو ظبي بس نعد ثلاثة منقول أبو ظبي جاهزين على ثلاثة واحد اثنين ثلاثة أبو ظبي يعطيكم العافية سنعود غدا تصبحوا على خير تصبحوا على خير تصبحوا على ألف خير ونشوفكم بكرة إن شاء الله سلام